دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مع انطلاق السنة الجديدة العام الذي اختارت أن تضعه تحت اسم عام زايد، وذلك احتفاء بمئوية ميلاد الشيخ زايد بن سلطان النهيان صاحب الدور المفصلي في تأسيس الدولة على شكلها الاتحادي الحالي ووضعها على سكة التطور الشامل. ويأتي عام زايد ليلقي مزيدا من الضوء على القيم النبيلة السامية المليئة بالحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غال ونفيس، والتي تحل بها الراحل الكبير وورثها لشعبه من بعده جيلا بعد جيل. عام زايد عطاء ونماء وبناء، عنوان ملفنا الثالث نتابعه بعد هذا التقرير. أبهرت شخصية الشيخ زايد وحكمته العالم، فأجمع الناس على احترام ومحبة هذه الشخصية الاستثنائية التي شكلت أسمى أنواع الوفاء لقائد الإنسانية في العطاء والخير، لمواقفه المشرفة وإنجازاته الكبيرة التي سجلها التاريخ بأحرف من ذهب. وتزامنا مع مئوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، تحتفل الدولة رسميا وشعبيا بإعلان عام 2018 عام زايد. جاء عام زايد نوعا ما كسلسلة عطائية على لمسات هذا الرجل على امتداد التاريخ، له لمسات الآن على وجه الأرض. إعلان عام 2018 ليكون عام زايد يترجم مناسبة وطنية تحتفي بمسيرة قائد الإمارات الأول ولإبراز دوره في تأسيس وبناء نهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليميا وعالميا وتجسيدا لمكانته الاستثنائية محليا وعربيا ودوليا. زايد الخير، زايد العطاء، ما يحتاج لمئوية نحتفل فيه، هو دائما في قلوبنا وفي كل أماكن نشوفها في الإمارات نتذكر إرث زايد. زايد مدرسة، ولابد أن نمشي على هذا النهج، نهج زايد، فهو عام بإذن الله أن يطل علينا بأمن وأمان. وعام زايد عام هو عام الخير. خيره وفضله مش على الإمارات بس، لا، على الوطن العربي كله، كل بلد عربية حست بخير الشيخ زايد. واتكلم عنا احنا في مصر، احنا في أي مكان تروح فيه في مصر في بصمة للشيخ زايد في أي مكان في مصر. عام زايد، والذي يأتي بعد عام الخير في الإمارات، سيشهد صياغة الكثير من المبادرات والبرامج التي تجسد إرث الشيخ زايد في تأسيس الدولة ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة وإنجازاتها على المستويات كافة. وليتذكر الإماراتيون من خلال هذا العام وكل عام الأثر الذي تركه موحد الإمارات في السير بها نحو تحدي المستحيل، ونهضة نافست خلالها بكل ثقة على المراكز الأولى دول العالم المتقدم. انضم لنا عبر الهاتف من الإمارات العربية المتحدة الأستاذ تاج الدين عبد الحق، رئيس تحرير صحيفة إرم الإخبارية. أهلا بك سيد تاج. أهلا بك، كل عام وأنت بخير. بداية ماذا يعني تخصيص رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان عام 2018 بعنوان عام زايد؟ يعني الشيخ زايد رحمه الله، وقيمة حضارية، قيمة إنسانية، قيمة يعني وطنية كبيرة. الواقع أن هذا الاختيار هذا العام هو استحضار لكل هذه القيم ومحاولة تجسيدها في فعاليات يستطيع منها الجيل الجديد الذي لم يعاصر الشيخ زايد رحمه الله أن يقف على تلك الإنجازات الكبيرة التي تحققت على بفضل قيادته الحكيمة وبفضل مثابرته وبفضل جهده وتفانيه في خدمة وطنه. الاحتفال أيضا يجسد يعني الحالة السياسية التي رافقت تأسيس دولة الإمارات، والتي لها يعني بعض التشابه مع الحالة الآن. عندما تأسست دولة الإمارات تأسست في جو إقليمي مضطرب، جو
يعني كان في هناك تحديات عميقة تواجهها دولة الإمارات. كان في تحديات تنال من تحاول يعني كسر تلك التجربة الاتحادية، تحاول النيل من استقلالها. ولعلكم تذكرون المطامع الإيرانية في تلك الفترة، والتي يعني تجسدت في اختيام إيران في ذلك الوقت باحتلال الجزر الثلاث، الجزر الإماراتية الثلاث. نعم. ولكن الشيخ زايد استطاع بحكمته وصبره ومثابرته وبعد النظر أن يسير بالمسيرة الاتحادية وأن يعبر بها إلى بر الأمان وأن يتجاوز تلك التحديات. كيف يمكن صياغة نحن نعيش حالة مماثلة؟ هناك نوع من الاضطراب الإقليمي، هناك نوع من التحديات التي تواجه المنطقة وتردد الاستقرار فيها. لعلكم تلاحظون ماذا تفعل إيران في المنطقة، محاولتها للتمدد، المحاولات التركية للوصول إلى هذه المنطقة لخلخلة الأمن والاستقرار فيها، لبث الكراهية والعنف والإرهاب في جنباتها. إذن هناك حالة من التشابه. استحضار الشيخ زايد واستحضار الجهد الذي بذله يعني يشحذ همم الجيل الجديد ويجعلهم قادرين على تعزيز انتمائهم لوطنهم وتعزيز الالتفاف حول قيادته في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه دولة الإمارات. شكرا جزيلا الأستاذ تاج الدين عبد الحق، رئيس تحرير صحيفة إرم الإخبارية، كنت معي عبر الهاتف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن من الإمارات نعود بكم مرة أخرى إلى هنا القاهرة لننهي هذه الحلقة. أنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة، وهذه تحياتي محمد الرميحي، أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.